فلاش سبورت. اهلا وسهلا بكم الناس الكل على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. البارح كان الموعد مع مباراه الاخيره لمجموعه التتويج لبطوله الرابطه المحترفه الاولى. مباراه في ملعب الطيب لميري بصفاقس انتهت بالتعادل 0 مقابل 0 بين نادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي. تعادل ثمين للسي اس اس يكمل به الموسم في المركز الثالث ويضمن رسميا مشاركه قاريه الموسم القادم من خلال مشاركه في كاس الاتحاد الافريقي لكره القدم. عودة من بعيد للنادي الرياضي الصفاقسي في مجموعة البلاي أوف. مدرب النادي الرياضي الصفاقسي محمد الكوكي حقق الأوبجكتيف اللي جاء عليه في النادي الرياضي الصفاقسي. الأوبجكتيف تاع أعتقد أنه قبل بشهرين من اليوم ما كانتش فما برشا ناس تتوقع أنه النادي الرياضي الصفاقسي باش يكمل في المركز اللي هو فيه اليوم وأنه باش يكون في مشاركة إفريقية. إذا نعملوا بيلان تاع 6 مباريات اللي لعبناهم اليوم، النادي الرياضي الصفاقسي في المركز الثاني بعد الترجي. يعني في 6 مباريات الأخيرة الترجي عنده 11 نقطة، النادي الرياضي الصفاقسي 9 نقاط، وبعده الاتحاد المنستيري 8 نقاط. دونك أعتبر أنه الناس كل عملت مجهود كبير، نقول أنكسبلوا بارابور الوضعية اللي لقينا فيها، بارابور الظروف اللي تعدينا بها للإصابات للغيابات. شفتوا ما شفناش معناتها نفس الفريق تقريبا مباراة إلى أخرى، طريقة حتى على المستوى التكتيكي شفنا لعبنا 3-4-3، لعبنا 4-4-2، لعبنا يعني حاولنا نتأقلم حسب الموجود. أثبتنا أنه نادي الرياضي الصفاقسي ربح الرهان، ما نقولش محمد الكوكي لأنه خدمة نتاع الناس الكل. وأنا أشوف كان ترجع الباركور نتاعي في بداية برشا ناس ما يعرفوش، كسوا في المسابقات الإفريقية اللي عملتها، لعبت تقريبا 4 كؤوس إفريقية، لعبت ربيعة الأبطال، ساهمنا في ألقاب خارجية، ساهمنا في صعود، والفرق اللي خذيناها الكل سيتي ان دي في، وآخرهم الاتحاد المونستيري شفتوا اللي بالمناسبة نهنية وأنا فرحان برشا اللي زوز فرق اللي دربتهم السنة هما اللي موجودين كسوا في ربيعة الأبطال ولا في كأس كونفدرالية. كان هذا محمد الكوكي مدرب نادي الرياضي الصفاقسي. فرحة كبيرة كانت للملاعبية البارح، ملاعبية نادي الرياضي الصفاقسي بعد نهاية الموسم وتحقيق هدف المشاركة القارية. حارس مرمى سي اس اس صبري بن حسن واحد من العناصر اللي تألقت في مرحلة البلاي اوف يتحدث بعد مباراة البارح. الحمد لله كاليفيكاسيون بيت معنا ما خير من هناك برشا، مي بالظروف اللي صارت العام كامل وما بديناش معناتها بدايه باهيه، جينا من بعيد ترشحنا اليوم كاف. بالنسبه لنا احنا بالحق الماتش هذا كان ماتش تاع حياه وموت، ماتش تاع السيزون، الماتش اللي معناتها سيزون كامله كلينا برشا كلات، كلينا برشا ضرب. الحمد لله نشكر برشا معناتها الرجاله اللي وقفت، الاداره، الجمهور، الملاعبيه. عندنا تويكا اوبجيكتيف عام الجاي اللي هما رجعوا نادي الصفاقسي للبطوله، ان شاء الله تلعب على البطوله. الكاف ان شاء الله زاد كيف اوبجيكتيف باش نوصل فيه لاخر مرحله، وان شاء الله ربي يجيبنا في السوير. مش بالساهل باش تاخذ بلاصه في كاس السي اس اس. كان موجود ايمن دحمان ما شاء الله عمل باركور كبير برشا، كيف محمد هادي قالوا نشكره، يعطي الصحه على اللي قام به وقت اللي شد واللي قاعد يقوم به معايا كيف راجل وفي ظهري. الحمد لله لدى متاعي واحد ديما يحاول انه يقدم بطبيعه اوبجيكتيف ليكيب بيرسونال، فماش واحد ما يحلمش بالليكيب بيرسونال، وان شاء الله يجي نهار متقاعد. إذا مبروك للسي اس اس المركز الثالث، مشاركة في كأس الكاف، مبروك من جديد للاتحاد الرياضي المنستيري المركز الثاني والمشاركة في الشامبيونز ليغ الأفريقية الموسم القادم، ومبروك من جديد للترجي الرياضي التونسي بطل هذا الموسم مع مسابقة قارية من بوابة الشامبيونز ليغ الأفريقية. مدرب الترجي ميغيل كاردوزو راضي على أداء فريقه البارح وأجمالا على هذا الموسم. Aussi été à jouer ou été à jouer une chose importante. Ils ont mis bien sûr ses qualités au terrain. Mais je crois qu'on a, comme tu as dit, je suis 100% d'accord, on a fait un bon match. On a essayé de le gagner, on a contrôlé le match pratiquement tous. On a au deuxième mi-temps 5 minutes d'un petit peu de contrôle à cause de peut-être d'extra confiance à sortir dans la relance, mais sans 5 minutes, on n'a pas maîtrisé les matchs. Les joueurs étaient tous engagés sur la tâche de gagner le match. Même en mi-temps, j'ai parlé encore sur ça. J'ai dit aux joueurs que l'honneur il apparaît quand on met le caractère au terrain. Donc c'était important aujourd'hui d'avoir un bon caractère, de le prendre au terrain pour qu'au final on finisse cette championnat avec honneur. Comme ça on a gagné un extra point, on voulait gagner 3 mais on a augmenté la distance pour le deuxième place, 8 points. On n'a pas encaissé quelques buts, on voulait aussi avoir des bons chiffres au final du championnat, c'est toujours les remarques qui sont importantes de faire. Je crois que les joueurs ont fait un bon travail, c'est pas facile de jouer dans un terrain comme ça, il était sèche.
sur cette température aussi. في الترتيب الفيفا للمنتخبات، المنتخب الوطني التونسي حافظ على المركز السادس افريقيا والمركز 41 عالميا. قاريا المنتخب المغربي في الصدارة، السنغال الثاني، مصر الثالث، الكوت ديفوار الرابع، المركز الخامس للمنتخب نيجيريا، المركز السادس تونس، السابع الجزائر، المركز الثامن الكاميرون، التاسع مالي، والمركز العاشر لجنوب افريقيا. عالميا يبقى المنتخب الأرجنتيني في الصدارة، المركز الثاني للمنتخب الفرنسي، المركز الثالث بلجيكا، والمركز الرابع للمنتخب البرازيلي. الدور الربع نهائي لمسابقة كأس تونس هذا الموسم اليوم العشية، الموعد مع مباراة واحدة في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت، الخمسة متاع العشية المباراة تنطلق، نادي رياضة البنزرت يستضيف فريق سبورتينغ بنعروس. وقع تعديل في توقيت المباراة بعد ما كانت الأربعة، خمسة متاع العشية مباراة اليوم السيابي مع سبورتينغ بنعروس. خوض الموعد مع مباراة واحدة في ملعب الشاد لزويت الرسمية، المباراة هذه الأربعة الأولمبي البيجي يستضيف مستقبل مرسى. ويوم الأحد الموعد مع زوز مقابلات، الأربعة في ملعب سوسة، نجم الساحل الملعب التونسي، والسبعة في المنستير، كما كذلك الاتحاد الرياضي المنستيري مع النادي الإفريقي. في كرة السلة، الاتحاد الرياضي المنستيري فاز البارح في المباراة الثانية على النادي الإفريقي بنتيجة 76 مقابل 65. المباراة الثانية ضمن سلسلة مقابلات نهائي البطولة الوطنية لكرة السلة لبرو، الاتحاد الرياضي المنستيري فاز كذلك في المباراة الأولى بنتيجة 83 مقابل 72. يوم السبت القادم الموعد مع المباراة الثالثة مع الستة في قاعة الجورجاني. الاتحاد الرياضي المنستيري من أجل انتصار ثالث وحسم لقب البطولة، والنادي الافريقي من اجل انتصار وتوزيع الاوراق من جديد. في رياضة التنس، أنس جابر تلعب اليوم مباراة الدور الربع النهائي للبطولة هذه دورة برلين امام الامريكية كوكو غوف المصنفة الثانية عالميا. بطولة أمم أوروبا اليورو البارح كان موعد مع مباراة كبيرة، المنتخب الاسباني فاز على المنتخب الايطالي 1-0 ويمر للدور الثمن النهائي. لكن كملوا فلاش سبور، متابعة طيبة للجميع على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. إلى اللقاء.